الإرهاب يقال كناسخ الطير. ونعود إلى تفجير القاهرة، ومعنا من هناك مباشرة الزميل هشام مهران. هشام أهلا بك. إذن عشرات القتلى في إثر انفجار قرب كاتدرائية الأقباط في القاهرة، التفاصيل معك تفضل. نعم ديانا، يعني قبل أسابيع قليلة من احتفال أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنائس القبطية المصرية في 7 يناير، يد الإرهاب تطال الأقباط أو المسيحيين في مصر بشكل محدد في حادث يعتبر هو الأسوأ من حيث عدد الضحايا، حيث انفجرت عبوة ناسفة تزن حوالي 12 كيلو جراما من المتفجرات داخل قاعة الصلاة في الكنيسة البطرسية، وهي كنيسة داخل المقر البابوي أو الكاتدرائية المرقصية في منطقة العباسية في القاهرة. وقد أسفر الحادث حتى الآن، الانفجار بالطبع تم أثناء قداس الصباح، وأسفر عن مقتل حوالي 25 شخص حتى الآن، وهو عدد مرجح للزيادة، بالإضافة إلى إصابة ما بين 40 إلى 50 شخص.